السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. درسنا اليوم عن الـ ADC. أول شيء، نحن ليش بدنا الـ ADC بالمايكرو كنترولر؟ طيب، مثل ما شفنا أنه المايكرو كنترولر هو متحكم منطقي، فهو يا بيفهم واحد يا أما بيفهم صفر، صح؟ طيب، أنا في عندي مثلا حساسات ممكن بدي استخدمها، حساس الإضاءة، حساس الاقتراب مثلا، أو أي حساس تاني. فمعناته الحساس أكيد ما راح يعطيني قيمة واحد أو صفر، مثل حساس الحرارة معقول بس يعطيني مثلا 100 سيليسيوس أو 0 سيليسيوس؟ أكيد لا، معناته إله أكثر من قيمة. مثال حساس الحرارة الM35، بنلاحظ إنه إله رينج كتير واسع من الحرارة. طيب، أنا شلون بدي أقرأ؟ معناته عندي أكثر من قيمة، مثلا مثلا 1 سيليسيوس راح يعطيني بهذا الحساس 10 ملي فولت. طيب، 50 سيليسيوس، طيب معناته انا عندي اكثر من قيمة فولت لازم اقراها. هذا الشيء بتم عن طريق الاي دي سي. طيب، بس امثلة هي حساس الاضاءة، المقاومة المتغيرة مثلا، او حساسات الاي ار ممكن يستخدم للاقتراب. طيب، معناته انا عندي فرق بين الاشارة التماثلية والاشارة الرقمية. الاشارة التماثلية ببساطة بيكون في قيم كتير كبيرة، يعني تسعى للانهاية القيم. يعني هون مثلا إذا أخذنا قيم بين هون هون، قيمة كتير كبيرة، تمام. أما هون مثلا عندي هون مثلا 5 فولت، ممكن 10 فولت، 20، أو ممكن -20. يعني القيم راح تكون محددة، تمام. بعكس هون ممكن يكون 0.1 ملي فولت، 1 ملي فولت، 10 فولت. يعني القيم كتير واسعة، لهيك نحن بنستخدم الـ ADC. معناته أنا عندي الحساس راح يعطيني خرج، هالخرج ممكن يكون 3 فولت مثلا. هذا الشيء شو راح يقابله بالمايكرو؟ راح يقابله قيمة رقمية هي 0 و1، تمام. طيب، السؤال، عندي سؤالين. شو أعلى قيمة فولت ممكن أقراها؟ قال أعلى قيمة فولت فيني أقراها هي 5 فولت. طيب، فيني أختار غيرها؟ قال إيه، عندي احتمالات. فيني أختار 2.5، هاي المايكرو من جوا هو مأمن لي اياها. طيب، في عندي احتمال تاني؟ قال في احتمال تاني، فيني انا اختار، تمام. طيب، انا شو بدي اسم، شنو على انه اساس بختار 2.5 ولا 5 ولا غير ارقام؟ حسب الدقة، كل ما صغرنا المجال كل ما زادت الدقة، تمام. فانا عندي هون عندي اختيار. طيب، السؤال الثاني، القيمة الرقمية هي قديش رح يكون طولها؟ قال أكتر طول عندي إياه هو 10 بت، تمام. هال10 بت موجودين، قال بسجلين، كل منهم 8 بت، تمام. سجل الأول وسجل الثاني. معناته أنا عندي احتمالين، يا عندي بقرأ بطول 10 بت أو بقرأ بطول 8 بت، تمام. معناته نرد نكرر، كل قيمة من الحساس رح يقابلها قيمة رقمية. طيب، أنا شلون بدي أربط فيهم بيناتهم؟ قال بربط بيناتهم بمعادلة. القيمة الرقمية، تمام، شو تساوي؟ تساوي الجهد اللي داخلي من الحساس، تمام، ضرب 2 أس إن. إن شو هي؟ طول المسجل مثل ما قلنا قبل شوي، إما 10 بت أو 8 بت. والفي ريفرنس هو الفي اللي بختاره الجهد المرجعي، اما مثل ما قلنا 5 فولت، او انا بختاره اختيار، او من جوات المايكرو راح يكون هو شو 2.56، تمام. طيب، الدقة، شو يعني الدقة؟ الدقة قال هي بحسبها اصغر مقدار بيتحسس له الاي دي سي، تمام. يعني مثلا الـ ADC إذا أعطيته مثلا 0.1 ملي فولت، هل هو بيتحسس له أو لا؟ تمام، بحسبها عن طريق هاي المعادلة. الـ N برجع بذكر هي إما 8 أو 10، معناتها مثلا شو بقول 5 فولت على 2 مثلا، أخذ طول المسجل 8 بت، هون 8 أو 10، 8 بت، معناتها 2 أس 8، فبيطلع 5 على 255 يساوي قيمة. هالقيمة هي أصغر قيمة بتحسس لها الـ ADC، تمام. هلا مثال، ناخذ اتميجا 32. الاتميجا 32 فيها 6
مداخل للاي دي سي، يعني ممكن انا اربط ست حساسات بقلب الاي دي سي. لا ننسى انه الاي دي سي هو وحدة محيطية بقلب المايكرو كنترولر، تمام؟ معناته انا على كل رجل من الارجل فيني اوصل حساس ما. طيب الاي بي سي سي هي تابعة للاي دي سي تغذيته، تمام؟ الاريف هو اللي حكينا عنه، انه انا ممكن اخلي الجهد المرجعي الاعلى باختياري، انا ممكن ادخله مثلا عن طريق مقسم جهد، تمام؟ اثنين مثلا 2 فولت او حسب التطبيق اللي عندي، تمام؟ طيب هلا شلون انا بدي اتعامل مع الاي دي سي؟ طبعا مثل ما شفنا بالفيديوهات السابقة انه كل التعامل مع المسجلات، فالاي دي سي له مسجلات خاصة فيه. اول مسجل هو الاي دي ماكس، رح نجي عليه بيت بيت. الثاني هو الاي دي سي ستيتس ريجستر، والثالث والرابع هن المسجلات اللي بتنحط فيهم قيمة الاي دي سي اللي حكينا عنهم قبل شوي، تمام؟ كل منهم طولهم 8 بت، تمام؟ نجي اول ريجستر. الاول ريجستر فيه البتات التالية. اول بت ال ADC enable، هذا بس انه انا بدي اشغل هال ADC بالمايكرو كنترولر. الثاني قال بعد ما شغلت ال ADC اعطيته عملية اون، طيب بدي اقول له بلش تحويل عن طريق البت الثاني. هلا البت الثالث هو بيحدد نمط عمل ال ADC. قال عندي نمطين بال ADC فري رانينج، هو شو ال ADC بيضل عم يحول، يعني بعطيه بس اول مرة فهو بيضل عم يحول. اذا بدي اقرا قيمة شو بدي اساوي؟ بوقف عملية التحويل، بقرا القيمة، برد بشغلها مرة تانية، تمام؟ يعني هذا بالدقة جيد. الطريقة الثانية هي السنجل، تمام؟ السنجل شو بساوي؟ انا بعطيه امر بدء التبديل، تمام؟ فهو ببدل وبوقف بهالبساطة. هلا نحن اذا بدنا نشتغل بالمقاطعة، تمام؟ فشو بساوي انا؟ بقول له اخي الاي دي سي بدي اياه يشتغل بالمقاطعة، بحط واحد بهذا البت. طيب مثل ما بتتذكروا بدرس المقاطعة انه مثلا مقاطعة الاي دي سي شو بيساوي؟ الاي دي سي بيروح بيحول مثلا حساس الحرارة عم يدخل له قيمة، بيحول هالقيمة بس يخلص بيعطيه علم او راية انه انا خلصت. بس يشوف هذا العلم لوين بيروح؟ بيروح على خدمة المقاطعة اللي هي الاي اس ار، بيطبق التعليمات اللي عليها اللي بقلبها، وشو شو بيساوي؟ بيرد وبيرجع. طيب لنفرض حساس حرارة، حساس حرارة مثلا او حساس حريق بقلب الاي اس ار، شو بساوي انا؟ بشغل اما الانذار، ممكن شغل مضخات مي او اللي هو، تمام؟ هلا مثل ما بنعرف كمان المايكرو كنترولر له تردد، يعني سرعة تنفيذ التعليمات. كمان الاي دي سي له تردد، هذا التردد منين بياخده الاي دي سي؟ بيشتقوا من تردد المايكرو كنترولر. طيب اذا انا مثلا عندي 1 ميجا هرتز ده الكنترولر، شلون بدي اشتق منه للاي دي سي؟ عن طريق عوامل التقسيم. فانا اذا اخترت 2 معناتها 500 كيلو، تمام؟ لا تتعجبوا انه هون تكرار، ما في مشكلة، نفسها بالداتا شيت. طب انا شلون بختار التردد المناسب؟ للتردد المناسب حسب الاي دي سي الموجود هو من 50 كيلو، 50 كيلو هرتز إلى 200 كيلو، تمام؟ والتردد نختاره يعني حسب الدقة، حسب التطبيق عفوا، يعني إذا التطبيق صوت غير التطبيق وقت حساس حرارة وهكذا. طيب السجل الثاني، السجل الثاني فيه البتات التالية. أول بتين هو مثل ما قلنا الاختيار الجهد المرجعي، إما بختار مثل ما قلنا 5 فولت، أو بختار 2.5، أو بختار من الرجل الأريف، تمام؟ هدول هن محجوز اي يعني له عملية تانية ما لنا علاقة فيها. هلا خلصنا اول بيتين، نجي على البتات اللي بعده، هن البتات الماكس من 0 لـ3. هلا بما انه قلنا عنا اكثر من قناة بالاي دي سي، تمام؟ وعندي اي دي سي وحيد، فانا شلون بدي انتقي بين القنوات؟ عن طريق المالتي بلكسر. المالتي بلكسر له بتات انتقاء او انتخاب، هن الماكس هدول. فانا اذا بختار القناه الاولى مثلا اي دي سي 0، شو بحط؟ بحط اصفار، تمام؟ حسب الجدول التالي. فهو بيختار هاي القيمه، بتجي هاي القيمه تفوت على الاي دي سي، بتشوف الجهد المرجعي
وبتشوف سرعة التبديل وتحط القيمة بالمسجلة. طيب أنا شلون بدي أعرف دي من الـ ADCL ولا من الـ ADCH؟ قال عندي البت اللي هو الـ ADALR، إذا أنا خليته البت صفر أخذ قيمة الصفر، فهو النمط راح يكون بهالشكل التالي، أو إذا حطيت واحد بهالشكل التالي. تمام، معناتها إذا حطيت واحد أنا بقرأ من الـ ADCH، أو مثلا بدي أقرأ أنا العشرة بت، فأنا شو بساوي؟ بعرف متغير بطول 16 بت. تمام، بحط الـ ADCH والـ ADCL، تمام، حسب ما لي آخذ أنا الـ ADLR. لو آخذين مثلا الـ ADLR صفر، فشو بنحط؟ بنحط هون الـ ADCL، بنحط هون الـ ADCH، تمام، وبنقراها كعشرة بت دقة. تمام، هلأ خطوات البرمجة مثل ما ذكرنا، أول شيء بنفعل الـ ADC عن طريق البت الخاص فيه، بنختار الجهد المرجعي المقسم الترددي، يفضل يكون بين 50 كيلو و200 كيلو. بعدين بحدد القناة، أنا إذا عندي أكثر من حساس فأنا بدي أعمل بالتناوب، بقرأ لي أول حساس ثم الثاني ثم الثالث، بعدين بعمل عملية تحويل لأول مرة، وعن طريق المقاطعة بعمل له أنا حلقة تحويل، إنه حولت خلص، قرأت أنا القيمة، أخذت قرار على أساسها، برد بنحول مرة ثانية. هلأ بهذا الفيديو شو كان معنا؟ ليش استخدمنا الـ ADC؟ لأنه أنا عندي حساسات، شفنا الفرق بين الإشارة الرقمية والتماثلية، الرقمية إلى قيم معينة، التماثلية عدد لا نهائي من القيم، وشفنا آخر شيء مسجلات التشغيل خطوات البرمجة. هلأ لنشوف برنامج صغير. عندنا البرنامج التالي، بما انه نحن قلنا بدنا نشتغل بنمط المقاطعة، استدعينا مكتبة المقاطعة، عرفنا متغير بس، يعني بس لأخذ الفكرة انه هذا المتغير هو جلوبال. جلوبال شو يعني؟ يعني كل التوابع بيشوفوه، اما لو عرفته انا بقلب المين فقط التوابع اللي قلب المين بتشوفه. تمام، هلا بما انه كمان ذكرنا المقاطعة فبدني الشعاع المقاطعة العام، حددنا التردد مقسم الترددي، حطينا واحد بهذا البيت. تمام، قلنا له انه بدنا مقاطعة، اخترنا الجهد المرجعي هو الـ AVCC، حطينا واحد بدل ADLR، معناته انا رح اقرأ شو من الـ ADCH، واكيد عملنا له تهيئة للـ ADC، وقلنا له بس اول مرة حول، فهو بيحول اول مرة، بيرفع العلم لوين بيروح؟ بيروح على برنامج خدمة المقاطعة. تمام، برنامج خدمة المقاطعة انا شو عم ساوي؟ حطيت بهذا المتحول الجلوبال الـ ADCH، صارت القيمة بقلبه. هلا انا على اساس القيمه اللي وصلتني باخذ قرار، هاي القيمه يعني حسب المعايره، مثلا اذا حساس اضاءه بعمل معايره للمكان وبشوف مثلا قديش القيمه المناسبه، اذا حساس مثلا ال ام 35 حساس الحراره انا عندي المعادله فبعرف الحراره قديش بحطها على الشرط. بس بهالبساطه، اذا اكبر من هاي القيمه فعل البورت بي، اذا لا لا تفعله. هاي التعليمه اهم تعليمه صراحه، مو نحن عطيناه مرة انه بلش تحويل فهو بس يخلص رح يجي لهون، مرد مرة تانية بقول له بلش تحويل، فأنا دخلته بحلقة. هلا بس بنشوف السيميوليشن، عندي هون على الاي دي سي زيرو. تمام، بما انه انا ما كتبت شي بالاي دي ماكس بتات الانتخاب فهن صفر، معناته انا بدي اقرا من هاي القناة، عندي مقاومة متغيرة، تمام، داخلة على الاي دي سي. تمام، ومنلاحظ انه الـ AVCC مفعلينه، عاطينه 5 فولت، معناتها هلا اذا ارتفعت فوق قيمة معينة رح يشتغل البورت بي، اذا لا رح يضل صفر. هلا منلاحظ انه القيمة ما بتأهل انه البورت بي لحتى يرتفع، منعليها شوي منلاحظ ارتفع البورت بي، اللي يكون حساس حرارة مشغل تكييف او اللي هو. تمام، والله يعطيكم العافية.